كيف تفسرون توقيت احتفالية حزب الإصلاح وهذا ما عرج عليه السيد عادل بإيجاز في ظل ظروف سياسية معقدة وكذلك أمنية، وأيضا ننظر إلى حال المواطن المتدهور في معيشته جراء حرب ميليشيات الحوثي؟ البعض يصف بهذه الاحتفالية هو استفزاز للشعب، كيف ترى؟ بسم الله الرحمن الرحيم، نحيي قناة الغد المشرق على تطرقهم إلى هذا الموضوع الهام جدا. نحن أبناء الجنوب أكثر من اكتوى بنار ميليشيات حزب الإصلاح وتنظيم الإخوان المسلمين على مستوى الوطن العربي بشكل عام. إذا أتينا للجانب التاريخي منذ أوائل التسعينات القرن الماضي وأبان الوحدة اليمنية في عام 90، أخذ على عاتقه حزب الإصلاح طبعا بالتنسيق مع علي عبد الله صالح استهداف أبناء الجنوب في جانب حساس جدا لكل إنسان وهو الجانب الديني، وتم استخدام الإرهاب الديني كمدخل للسيطرة على عقليات المواطنين من أبناء الجنوب. والجميع يعلم الفتاوى الدينية وتكفير أبناء الجنوب و ضرب النسيج الاجتماعي في 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 اطار الاسره الواحده. ظهرت بعض السلوكيات والتعاطي مع تلك الافكار بتطرف واضح للعيان. نحن لو نظرنا كابناء الجنوب لماذا قدم حزب الاصلاح، لم يقدم لنا الا الدمار والقتل. نؤكد ان حزب الاصلاح اتخذ مسارات وطرق متعددة لهذا الاستهداف، منها الجانب الديني ومنها الجانب الفكري لغسل أدمغة الشباب واستخدامهم في جبهات وفي مواقع لصالح التنظيمات الإرهابية. وهذا ما لا نجده بالمقابل يستهدف قيادات حوثية أو في المناطق الأخرى. نحن نتابع ما يجري، وأبناء الجنوب اكتسبوا مناعة بعد هذه السنوات، إلا أن هذا الحزب يتلون ويتغير مع كل المعطيات. الاحتفالات بالذكرى 33 لقيام حزب الإصلاح هي رسالة استفزازية لأبناء الجنوب، وبالمقابل هي رسالة سلام أو قبول من الطرف الآخر من الحوثيين بهذا الحزب. نحن لا يعنينا ما يدور في الشمال، لكن علينا أن نكون أكثر تحصينا في الجنوب وندرك مخاطر هذا الحزب. هذا الحزب اليوم هو الدولة العميقة بأكثر اختصارا، هو الدولة العميقة التي لا زالت موجودة إلى اليوم. ما بعد 2011 المتابع للوضع في الجنوب وبالذات في حضرموت كان هناك استهداف للقضاة في السلك القضائي وللعسكريين من القيادات العسكرية بالذات في حضرموت، وتم استهداف عشرات من أبناء حضرموت. وكان هذا الجهاز هو الجهاز السري التابع لحزب الإصلاح، هذا الجهاز يتحمل مسؤولية كبرى. في الجانب الآخر ظهر وكأنه يقدم هدايا لأبناء الجنوب عندما تقدم عبد المجيد الزنداني في 1996 وطرح مشروعه للشركة الاستثمارية أسماك الأحياء السمكية. هذا المشروع كشركة مساهمة وتدافع الكثيرين من أبناء الجنوب وساهموا في هذه الشركة، وفي النهاية تم الاستيلاء على أموال الناس، ولا زالت الناس إلى هذا اليوم تطالب بحقوقها. كثير من القضايا يجب فتحها، علينا أن نكون أكثر تماسك في الجنوب وندرك أن هذا الحزب يريد إسقاط مدن ومحافظات الجنوبية. نحن في حضرموت في السنوات القليلة الماضية تقريبا كانت هناك يعني سيطرة شبه كاملة على وادي حضرموت من قبل حزب الإصلاح. حتى في المواقع السلطة المحلية كان هناك كثير من قيادات هذا الحزب تمارس عملها لصالح هذا الحزب وليس لصالح المواطن أو لصالح الدولة، والكل في حضرموت يعرف هذا الكلام.
كثير من 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 القيادات العسكرية والأمنية التي لها علاقات مباشرة مع هذا الحزب هي كانت تتواجد في وادي حضرموت في سيون، وكان مقرات لوزاراتها طيب ولمواقعها الحكومية، وتمارس هذا العمل لصالحها ولصالح كياناتها.